مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. سعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة إيمان فوزي المحامية، موظفة بشركة كهرباء اسكندرية والصحفية. أهلا بك يا أستاذة إيمان. أهلا بسيادتك فندم. أستاذة إيمان، عرفنا أن حضرتك عندك مشكلة، ممكن توضح لنا؟ أنا شاكرة الأول، بشكر إصدار البرنامج وسيادتك يا فندم على أن أنتوا تتمنوا مشكلتي وان انتوا تعرضوا عندكم حل المشاكل. هي مش مشكله بتاعتي بس، هي هتبقى مشكله، يعني المفروض ان هي تكون مشكله عامه لان انا جزء من المجتمع. انا باختصار شديد كنت موظفه بشركه توزيع كهرباء اسكندريه منذ تعييني سنه 99، وكنت صغيره في عمري من ابناء العاملين بالشركه. تعينت بثانويه عامه، وبعدين التحقت بالشركة الثانوية العامة والتحقت بكلية حقوق جامعة اسكندرية، وحاولت ان انا اتواصل لان انا يعني احاول ابقى لقدام شوية، احسن من قدري الوظيفي وقدري الاجتماعي. وبعدين حصلت على مؤهل عالي اثناء الخدمة، ليسانس حقوق من جامعة اسكندرية، وتم اثبات مؤهلي سنة 2011 بالشركة الحمد لله. وكنت ماشية واخدت لقب باحث، وكان ما عنديش الا شويه مشاكل. طبعا صعب ان تتواصل مع كليه حقوق وتتواصل مع الشغل وانت لسه صغير او في مقتبل عمرك، بس انا اتعودت ان انا ابقى موظفه. ولقيت الوظيفه برضو يعني حياه يعني ليا. حضرتك كنت موظفه وبتكملي في التعليم؟ طبعا. تمام. لقيت الوظيفه دي حياه ليا لان انا اشتغلت وانا صغيره قوي بعد ما بابايا الله يرحمه توفى. والدتي برضو كانت في الشركة، وبرضو اخواتي في الشركة، ويعني كلنا في الشركة. فعلى اساس ان انا عينوني بعد والدي ما توفى، على اساس ان انا احسن من قدري واقدر اصرف على نفسي واجيب، يعني اقدر اعتمد على نفسي، لان احنا من ابناء العاملين موظفين، ناس عادية يعني. فاخدت بالي من لقمة عيشي، حاولت اخد بالي كويس قوي من لقمة عيشي، واحاول اكمل واحاول اكمل في حياتي واطلع قدام شويه. ما اكتفيتش بس ان انا ابقى ان انا اخدت لقب باحث في الشركه، بس ما اكتفيتش، ما حاولتش اكتفي بس، بحاول اكمل تعليمي واخد دبلومه من الجامعه، وما اكتفيتش ان انا احسن يعني اكتر من كده، اشتغل شويه صحافه، اشتغل شويه اقدر اكتب في الاعلام، اشتغل شويه احاول اشتغل في المحاماه، يعني على حسب تكميل. وبعدين فوجئت في يوم من الايام، كان بقالي 21 سنه في الشركه، يوم 26/9/2020 فوجئت، وكنت كانوا المرتب بتاعنا كان نزل يوم 24 في الشهر 24/9. فوجئت يا فندم ان انا بقول فين مرتبي، قالوا لي والله مرتبك موقوف. حضرتك كنت في اجازه لما اتفصلتي؟ انا عندي طفله وانا العائل ليها الوحيد، لان انا مع الاسف منفصله، عندي طفلين. فلما قالوا لي انت اتفصلتي، كانت الشركه يعني الحمد لله بتغطياني وتصرف عليا، وكانت العائل ليا ودي لقمه عيشي. حضرتك كنت واخده اجازه من نفسك ولا أيوة. كنت واخده اجازه من الشركه؟ لا يا فندم، ولا واخده اجازه من نفسي ولا واخده اجازه من الشركه. هو الله يكرمه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء كان عاطي اجازه استثنائيه الناس كلها تنزل عشان كورونا، بسبب فيروس كورونا. تمام. فكلنا كنا قاعدين يعني ما عدا الامهات اللي عندهم اطفال اقل من 12 سنه، وانا عندي طفله عندها 8 سنين. فكلنا تقدمنا، اللي عنده اطفال تقدم اقل من 12 سنه بشهاده الميلاد وبتاع، ومن شهر 4/4/2000 وتقريبا و19 قاعده زي زمايلي في البيت. انا ما اتفصلتش عشان كده، قرار الفصل اهو. ففوجئت ان انا وانا رايحه الشركه قالوا لي انت اتفصلتي يوم 26/9، طلع لي قرار فصل من عند السيد المحترم رئيس الشركه. فانا بصراحه فوجئت، انا ما كنتش مصدقه لان انا ما اتفصلتش قبل كده. طب حضرتك لما سالت على قرار الفصل قالوا لك ايه سبب الفصل؟ والله يا فندم القرار اهو. تمام. ده بيقول
بيقول بعد الكلام اللي طبعا ما فيهوش ولا كلمه رئيس وزراء، ما جيت اتعينت كان مكتوب على قرار رئيس الوزراء وعلى قرار مجلس الوزراء وعلى قرار السيد وزير الكهرباء وعلى وعلى وعلى، ده سنه 99. لما جيت اتفصلت مع الاسف ما قالش على قرار حد. يعني حضرتك اتفصلت فصل تعسفيا. والله يا فندم انا ما اعرفش، هو بيقول قرر السيد تجازى السيده ايمان فوزي السيد باحث بالدرجه الثانيه باداره ايرادات الجمرك بالفصل من الخدمه اعتبارا من يوم تاريخ صدورها وذلك لما نسب اليها بمذكره القطاع القانوني بالشركه القابضه لكهرباء مصر المؤرخه في تاريخ 7/9 بشان ما انتهى اليه التحقيق، ما انتهى اليه القضيه النيابه الاداريه رقم 1/2019. قضية النيابة الإدارية، وهو النيابة الإدارية بتقول هنا جازوها جزا رادع مع أعضاء بالشدة الرادعة. وبرده رئيس الشؤون القانونية بالشركة القابضة قال في ضوء الرأي القانوني، بيقول لرئيس الشركة إحنا جالنا ورق جازيها برده جزا رادع، ما قالوش افصلها نهائي. لأن مهما كان العامل بيشتغل، أنا بقالي مدة 21 سنة خدمة، لا يجوز فصل العامل، لا يجوز فصل، أنا محامية، لا يجوز فصل العامل في الدولة الا بعد مهما عمل الا بعد الرجوع للمحكمه، او الا في حالتين بس، ما يجوز فصل العمل فجائيا ابدا الا في حالتين، اللي هو حاله الغياب 15 يوم او 30 يوم، وحاله في حالات معايا هنا يا فندم، في حالات معايا بتقول لي انا المفروض اتفصل ليه، اهو موجوده في قانون العمل، جايب لحضرتك قانون العمل معايا اهو، قانون العمل والمعمول به حاليا في المادة 68، المادة 69، لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الحالات الاتية: اذا ثبت انتحال شخصية غير صحية او قدم مستندات مزورة، اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل، إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات لسلامة المنشأة، إذا تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 15 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي كمان، يعني الواحد يغيب والمفروض ان هو قبل ما يفصله رئيس الشركة أو الشؤون القانونية الخاصة بالشركة المفروض تنزل العامل، لان لو ما نظرتهوش بيطلع قضيه قدام المحكمه وبيرجع تاني وبياخد حقه. طبعا القضيه انا ما عملتهاش لان بتاخد سنين كتيره في المحكمه. تمام. وانا لما اتفصلت ما كنتش اعرف حاجه. اتفصلت كنت نايمه يوم 25 في بيتي، يوم 26 لقيت نفسي بتفصل. طب حضرتك ما حاولتيش تشوفي سبب قرار الفصل ايه، او لجأت لحد او قدمت شكاوى او عملت اي حاجه؟ اه طبعا، انا قاعده في دوله، انا حاسه ان انا قاعده في دوله، يعني انا متاكده طبعا، انا بعت جواب مسجل للسيد المحترم مكتب شكاوي رئاسه الجمهوريه بتاريخ 13/10/2020، وكتبت المستندات وكتبت له طلب اهو استغاثه لمعالي السيد رئيس الجمهوريه مكتب الشكاوي، وتوجهت لمكتب شكاوي برضو رئيس الوزراء السيد المحترم دكتور مصطفى مدبولي يوم برضو 13/10، وهيئه الرقابه الاداريه قدمت شكوى ومعايا ما يثبت برضو، وبرضو السيد المحترم جدا جدا يا معالي الوزير الدكتور محمد شاكر. فصراحة يعني معالي الوزير بيوم 13 برضو جات له، يوم 14/10 جات لهم دخلت لهم الشكوى في الوزارة، وأنا بتابع كنت مع مكتب خدمة الوطنيين بالوزارة، وتابعت الشكوى بتاعتي مع برضو مع الجهات المختصة العليا زي نائب معالي الوزير الدكتور محمد شاكر النائب بتاعه، والدكتور برضو صوتي وصل للدكتور محمد شاكر، وهو قال ان الموضوع في التحقيق ولو لك حق هتاخديه، انا واثقه من بلدي، واثقه من لو في حد ظلمني داخل الشركه، بس انا واثقه من معالي الوزير، واثقه من رئيس جمهوريتي،
واثقه من الناس كلها، لان انا عايشه في بلد، ما انا اصبحت بدل ما اكون موظفه في دقيقه في دقيقه بجره قلم، اصبحت في الشارع بدون ما اشعر، بدون سبب مقنع، ما عملتش اي حاجه. فده يعتبر فصل مش تعسفي، ده قطع رقبه يا فندم. املنا توصيل صوتك لاحد المسؤولين والتعاون لترجع للعمل تاني، وان شاء الله خير. ميرسي جدا ان حضرتك. ناخد فاصل ونرجع تاني. أستاذة إيمان، تم التواصل مع المسؤولين وجاري التحقيق في الشكوى. طيب حضرتك أي نوع من المسؤولين اللي حضرتك تواصلت معهم؟ تواصلت مع المسؤولين المختصين بالشكوى في حضرتك. في وزارة الكهرباء والطاقة؟ اه. وأنا كمان تواصلت مع يعني معالي الوزير الله يكرمه، مخصص رقم تليفون معين، انا كمان تواصلت معاه وحسيت ان هو يعني عطوف جدا، وقال لي الموضوع في بيتناقش عندي في اداره الشؤون القانونيه، وانا ما يرضيش ربنا بعد ما كنت موظفه بقيت قاعده كده من غير وظيفه ومن غير مورد مالي، واتفصلت فجاه، وده ما يرضيش حتى معالي الوزير ولا يرضي معالي رئيس الوزراء. انا عايزه صوتي يوصل للمسؤولين، وعايزه الناس تحس بالمعاناه اللي انا فيها. انا عندي طفلين وعندي وعندي مش عارفه اصرف عليهم منين، وانا مطلقه مش متجوزه، يعني حتى ما عنديش حد يصرف عليا ولا يتبنى حالتي. انا مش طالعه اشحت والله، انا طالعه بس بحاول اعمل استغاثه يا فندم. ارجوك يعني ارجوكوا يعني حاولوا ان انتوا تقفوا جنبي، حتى لو انا غلطت ممكن، يعني انا لو غلطت يا فندم ممكن اتحاسب، هو في واحد بيدوا له حكم الاعدام طب من غير ما يحققوا معاه؟ طب احنا ممكن نقدم اعتذار حضرتك للشركه وان شاء الله. مش للشركه يا فندم، انا عايز اعرف ايه علاقه رئيس الشركه القابضه بيا، ده نائب وزير، ايه علاقتك بيا يا دكتور؟ ايه علاقتك بيا الدكتور؟ الدكتور رئيس الشركه علاقته بيا دكتور، يعني رئيس الشركه القابضه ملوش علاقه بيا، ولا الشؤون القانونيه علاقه بيا. ازاي حققوا؟ ازاي حققوا؟ استاذه ايمان، ازاي من غير ما يسمعوا صوتي؟ الشكوى اللي مع حضرتك ما فيهاش سبب واضح يا فندم، فيها اضطهاد. الشكوى دي القرار الفصلي ده مش فاهمين منه حاجه، في اضطهاد، وقولوا روحي المحاكم ارفعي قضايا. يا فندم احنا تواصلنا مع المسؤولين والشكوى بتاعت حضرتك يعني انا هكون فيها. عاقل على الدوله بعد ما كنت موظفه محترمه؟ احنا نتمنى من المسؤولين العدل بس مش اكتر يا فندم. ما ينفعش كده اكون عاقل على الدوله، ولا سياده ولا سياده رئيس الجمهوريه يرضى بالكلام ده. ده راجل يعني راجل بيشتغل رحيم، رئيس الوزراء ما يرضاش بالكلام ده، الوزير بتاعي ما يرضاش بالكلام ده. حتى لو انا اخطات فربنا غفور رحيم، حتى لو انا اخطات ممكن يدوني جزا، ممكن يحولوني للتحقيق، ممكن يعملوا اي حاجه، لكن مش ممكن يقطعوا مني يعني الدرجه. مش الشده قوي كده، العنف البلد مش العنف كده قوي، الاضطهاد مش للدرجه دي. كفايه ان هم مش مقعديني في مكان يخدم مؤهلي يا فندم. حرام حرام، واحده زي تروح كده حرام. طب اصرف منين استاذه ايمان؟ يعني حضرتك هتفكري في ايه في الخطوه الجايه ان شاء الله يا فندم؟ بحاول ان انا والله العظيم ارجع شغلي، انا ما عنديش اي خطوه ثانيه غير مورد مالي، غير شغلي اللي انا من وانا صغيره اتعودت عليه. يعني كل الناس قاعده سعيده وكل الناس قاعده فرحانه ما عدا انا. كل الناس، طب ليه الاضطهاد؟ طب ليه يعني يا استاذه ايمان؟ اكيد مفيش مشكله، وانا احنا كلمنا المسؤولين وقال جاري التحقيق في مشكلتك يا فندم. حتى لو رجعت برضه حضرتك لو ليكي حق هتاخديه. يعني حتى السنه يعني اللي قبل اللي فاتت جم حاولوا يفصلوني ورفعوا عليا قضيه، واداره الشؤون القانونيه الموقره راحت شاطباها. طب يعني طب ما السنه اللي فاتت حاولوا يفصلوني، السنه دي جه رئيس الشركه بسم الله ما شاء الله راح فاصل كده من غير اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. يعني حتى وهو بيفصل المفروض العامل يحس بمعاناه ان دي واحده ست غلبانه منكسره الجناح، ده رئيس الجمهوريه معانا، يعني بيرفع الظلم عن الناس. عامه انا واثقه في بلدي، واثقه في وزيري، وربنا يكرمه والله العظيم عن طريق الشاشه، ربنا يكرمه حتى لو ما رجعنيش. استاذه ايمان، في نهايه الحلقه تحب توصلي ايه للجهات المسؤوله؟ نداء واستغاثه، يرحموني، يرحموا ام، يرحموا واحدة محتاجة لشغلها،
21 سنة خدمة، حتى المعاش مش عارفة اطلع منه لان قالوا لي لازم سن 60. وفي نهاية حلقتنا احنا ان شاء الله هنحاول، املنا توصيل صوتك للمسؤولين، واملنا الرجوع والعودة للعمل ان شاء الله. وفي نهاية حلقتنا بنشكر الاستاذ ايمان وبنشكر البرنامج، والى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله.